صمت طيب يا رسامة بلدنا. البنت دي بترسم حلو. انا بحب، انا بحس ان كل الناس كل ده ايه يا اسطى، سيبك انت من كل ده، والله انت خسارة في مصر يا ابن يا اسلام يا ابن قلبي. الله يسترك يا اسلام. طب انت متابع مع دكتور او حاجة وقال لك ايه حالتك؟ طيب انا متابع مع 5 6 دكاترة بيكلموني ليل نهار بصراحة، فيهم اللي بيشخر لي وفيهم يعني اللي بيشتمني كده جو مش عارفين. يا ابني لا، في ناس بتضحي، في ناس بتضحي. سيبك اسمه نجمي تصنيف، مفيش حد بيتقال. لا لا، في ناس بتضحي. انا كنت اعرف واحده والله العظيم قالت لي ده انا خضولك كده، قلت لو انت عندك كورونا عادي يعني. جو انت متابع مع دكتور او من قلت؟ انا ابن خالتي مرتبط وهو حاليا عنده 10 سنين. يا نهار اسود، عنده 10 سنين مرتبط، ده عظمة. ده دي هاتي رقمه. ولا محمد محروس، ولا محمد محروس. ادعولي اخش الكلية البحرية السنة الجاية، يا رب تحقق اللي بتحبه. جو البنات بتكلمني وانا ماليش في الكلام ده. امال ليك في ايه؟ ايه؟ لا طمنا عليك. والله ربنا يشفيك، الله يسترك. كل سنة وانت بألف خير، الله يسترك. انت بتغير مودي، عايز ادخل معاك. خش يا خلود، خش يا خلود، مش قادر اتنفس ارجوكي. شايف بيدخلني مش عارف بط. يا جو يا جو، تاريخ موجز الزمن ايه؟ تاريخ موجز الزمن راح من جوزي، مسح لي الانستا بسبب اني بعتالك بتابعك. حقه الراجل، حقه، هو الراجل يحترم في آرائه. ونفذي مشيئة زوجك، لأن هو أولالك وأهملك. أنا بطلع أهزر، والراجل اللي بيضايق مني أنا آسف لك يا اسطى، والله حقك عليا، أنا مش قصدي حاجة والله، بس أنا تافه في الحياة كده وتعبان نفسيا فبطلع أهلس. أنا آسف يعني. ف إهمادي يا علا، الله يستر، مش عايزين مشاكل. أنت بتدي بتغير مودي، الله يسترك والله. دخل المروان، انت الحياة، وجودك يا عظم، الله يسترك، ربنا يشفيك. ازاي اطفش العريس اللي جاي لي؟ ادي فرصة، ادي فرصة، لان في فرص مش هتتعوض. ادي فرصة كده ياما وشوفي، محدش لاقي عرسان. والله ده راجل اللي بيروح يتجوز النهارده، ده راجل والله العظيم، راجل. انت جدع قوي، انت فدائي وشهيد، والله انت شهيد. فيعني لا، هو جدع وراجل. فكونك اوعى الرينج لايت، اوعى الرينج لايت، كونك معرفش يعني، ادي فرصة، اتفرجي، شوفي شوفي، ما يمكن يطلع حاجة كويسة. مش عارف ايه ده، استنى يا اسطى، هو خليه اسود كده. تحب اللون ايه؟ الاسود. انا اي حاجة اسود حلو، اي حاجة اسود حلو. جو انا مشكلتي، دي جملة صح كده، انت بتغير المود بشكل. ايوه يا جو، بس انا مشكلتي اني مش بعرف اتحكم في رد فعلي لو حاجة ضايقتني. دي تمرينات، تمرينات، تمرينات لازم تتمرني عليها، على كبت الغضب. ما ينفعش ترد الغضب، اتفضل الغضب. عايزين نسوان، حاضر اجيب لك نسوان. مش تغير صورة الشخصية يا ابني، انا ما بغيرش، انا غيرت صورة الشخصية دي. لو انت عندي على الفيس، بص كده على التاريخ اللي قبليه 6 سنين، واللي قبليه كان 6 سنين برضه، انا بغير صوره كل 6 سنين. والصوره دي اللي انا مصورها دي، انا مصورها لنفسي اصلا، وانا اللي عامل لها الايديت. يعني ما عنديش، مش عايز اخش وده يا لك عينيا واشغل لك موسيقى عظيمه، اصلا انا لوحدي، اصلا انا مكتئب. عادي، انا اللي بعمل، وانا اعمل احسن من اي حد بيعمل ايديت. الغرور باير ولا زويتك. عايز اقول لك نصيحه، انا صحابي كلهم لما عرفوا، لما اعرفهم على بعض يسيبوني ويبقوا هم اصحاب بعض. دي حاجه حلوه جدا يا منا، ما تعرفوا على بعض. طب الفنان القدير قال لك ايه؟ مع السلامه للي عايز يمشي، يلا خلاص. يا ستي عادي 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 عادي، كميه المخ، هي كميه المخ اتظبطت معاهم مش معاكي، عادي يا منا. خليك لطيف، خليكي بكحه كده وبارده، وتقبلي الحياه بصدر واسع كده زي كده. ده انت تسيبني؟ طيب سلام، باي 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 باي، سلم على خالتك عادي. مش لازم الناس كلها تحبنا يا اسطى. انت لو ما كنت ايه، كنت سوا، انت طيب احلى جو. يا بودة انا بحبك، يا بودة انا بحبك، يا بودة والله، عشان انت بتحبني وبتعمل لي فيديوهات كتير قوي كتير قوي.
كل سنة وانت صح وسلامة يا غدة. بص مش هقول لك غير ربنا يشفيك ويديمك في حياتي يا جو. يا لهوي يا هيما، انت حبيبي يا هيما والله. ازاي اعرف الحب من مجرد التعود؟ تفرق ما بين حب وتعود ايه؟ مش عارف. جو بمناسبة تأجيل امتحانات وانا لسه مخلصة رواية أرض الإله. أرض الإله دي يا اسطى جامدة أوي. كنت عايز روايتين، اقرا اي حاجه لاحمد مراد لطيفه، اي حاجه في 1919 حلوه، تراب الماس، اقعد اتفرج على الفيلم، اتفرج على الروايه، اقرا الروايه، اي حاجه لاحمد مراد حلوه بصراحه. بس طبعا اعظمهم موسم صوت الغزلان. هو انت لو ما كنتش موجود كنا هنعيش ازاي؟ قلبي يا وليه، قلبي يا وليه، يا وليه قلبي. ماشي. برج الدلو رأيك فيه زي الخرم. يا ايه حلو جدا يا ايه، مش عايز منك مصر. انا بكره البشريه كلها يا ايه، فاي حد تقولي لي عليه اقول لك وحش. ما بحبش البني ادمين يا اسطى. انت عرفت ازاي ان جالك كوفيد؟ يا عم التحليل قال لك ايجابي، الدكتور قبل ما اخش قال لي 99% كورونا، فاعزل نفسك. او بسم الله الرحمن الرحيم. قلت طب اطلع، عارف انت علي ربيع الواد لما اتطرد بقى له 3 دقايق، طب اطلع الف بالفلوس. طيب طب نايمني على الكنبة دي، طب قول لي ألف سلامة، طيب أنا دافع كتير. كورونا والله العظيم. يا جو أنا زهقان وبشكر لنفسي كل يوم. ما تعملش كده يا اسطى، يا اسطى حب نفسك، ما تعملش كده الله يسترك يا اسطى، ما تعملش كده. يا جو تاريخ موجز زمن ستيفن هوكينج. أيوه أنا بقول كده والله العظيم. يا سلام عليا، أعظم. أنا قريته زمان ده باين حاجه زي كده. انا صاحبي بيتريقوا عليا عشان قعدت اعيط لما الشاحن بتاعي اتقطع. سيبك منهم، ده عالم بنت كلب بقر، مش هيحسوا ومش هيفهموا. انت بتاكل ليه مدام مش بتستطعم؟ رخامه. معلش سيبيني يا كيمو، يا كيمو ما تسيبني يا كيمو اكل لك. كل سنه طيب وخير وربنا يشفيك ويديمك في حياتك. عامل ايه يا جو؟ مش وحشني يا جو، الله يسترك. جوزاء وحش ليه؟ يا ولاد الجوزاء ده زي الزفت يا ولاد، انت مش عارفه نفسك. طب ما انا عامله، بقول لك انا وحش. انا عندي كوفيد 19، ادعي لي. عندي 17 سنه وحساس وحاسس اني هموت قريب. بص يا كيمو، انا هو يا حبيبي عندي كورونا، بصرف النظر ان الحالات بتختلف عن بعضها، محدش بيموت من الكورونا، ما تخافش، انت لسه عيل صغير، اجهزتك هتقاوم. وملخص الكورونا ده انا هقوله لك، ملخص الكورونا ده ان هي حالات، فممكن تكون حالتك صعبه دي. نبقى بس ما دام انت ماسك فون وقادر تشوفني عبر الفون، انت مش حالتك صعبه. وفكك نفسيتك، هو مرض. انا فاهم ان هو مرض، مش هي بس النفسيه مهمه، النفسيه مهمه في اي حاجه. انا هو عندي كورونا وقاعد مش فارق معايا حاجه، عمال اقول لك اخواتي مسيحيين واخواتي مسلمين، عمال هطبل هنا واطبل هنا واتشكل على وعادي يا باشا الدنيا زبادي. ففكك بس من فكره اصل انا عندي كورونا وهموت والكلام الفاضي ده. وانا بص انا كان قدامي حلين، يا اما ما اطلعش خالص على السوشيال ميديا وانا عندي كورونا واقعد بقى اكتئب واضيع في نفسيتي وبتاع، يا اما اطلع وعادي. الحل التاني ان انا اطلع صعب، عارف انت بقى قال لي هو شغال لك موسيقى انا عارفين الكورونا هتقتل يا باشا، ما فيش حاجه هتقتلك، انت عايش معانا اهو، و15 يوم هتيجي تقول لي انا خففت من الكورونا وهنزقف وهنزيط يا باشا. ربنا يكون في عون الناس اللي بتموت من كورونا دي، بقى حالات تانية خالص وظروف تانية خالص، فالله يسترك. ما تقلقش يعني، ما فيش حد، ما تخافش، في ناس بتموت بقى، ده دي بقى حالاتها صعبة، قاعدة على الأكسجين 24 ساعة، أجهزتها اتدمرت بتاع. أنت ما دام قادر تبص في الموبايل كده وتكتب زي الفل، ما تخافش، شوية وقت هيعدوا. وحشني الفيديو بتاع العيش. أرجع يا أخويا، أروح فين؟ مش عارف أنساها وأتجاوز. يا لهوي يا صاحبي، حقك عليا والله. لا انا اسف، لا 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 انت ضايقتني والله، مش عارف تتجاوزها وكرهت حياتك. اقسم بالله اقعد لك دي احداد عشان انت مضايقني والله. دي عدت حقك عليا. والتجاوز ده بيتم عن طريق ان انت بتعمل تمارين لنفسك، اول حاجه ما تتابعهاش في اي حاجه، وقطع علاقتك بيها خلاص، ما تكرهش نفسك، الدنيا بتمشي ومواضيعه بتعدي. واللي ما يحبنيش يا ده انا بكره. بص
مش بكره، بس انا لا يعني لي شيء اي حد ما بيحبنيش. انت ما بتحبنيش؟ اه طب تعالى خلاص يا اسطى. هي سابتك ما خدت شر وراحت يعني، كانت عادية يا اسطى، مصرية برضه، ما تاخد بالك ان هي مصرية. انت فاهم؟ انت مش فاهم يا مصرية يعني. تدفع 1,000,000 جنيه وفي الاخر هتروح تتخانق مع ابوها. لا عمي بقول لك ازاي، احنا بنديك احلى حاجة عادية ليه؟ ما هي مصرية ما عادية. قول لي بحبك يا بوسبوس يا ما بحبك يا بوسبوس. ما تعيطيش يا بوسبوس. ماشي. جو البنات بتكلمني وانا مش في البنات. ايه ده؟ ايه يا اسطى انت كاتبه؟ دن 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 دن. كنت مرتبطة بواحد متوحد كان بيعمل اكونت فيك باسم بنت ويدخل يكلم نفسه عشان يفهمني انه جامد. ما تضحكيش على الحاجات دي يا فطومة، لان دي يعني عنده مشكلة. ما نضحكش على الناس اللي عندها مشاكل، ربنا يصلح لها حالها وتعيش احسن ايام وتبقى كويسة. اصلا انا ما بص، ما فيش واحدة اعرفها واقول لك عليها وحشة، حتى لو هي وحشة. ما مش كنت بعرفه في يوم من الايام؟ مش كان في ايام كويسة؟ مش عشت انا وهو تمن ضريبة الايام اللطيفة؟ مش سلمت عليه في يوم؟ خلاص يبقى كويس، خلاص ربنا يوفقه في حياته. ولا متوحد ولا نيلة، ربنا يشفيه. في فرق ما بين الاكتئاب والحزن ولا الاثنين واحد؟ في فرق ما بين الاثنين خالص. وفي والاكتئاب اصلا في حاجة اسمها حالات، حالة بتيجي كده، وفي حاجة دايمة الاكتئاب. حتى الاكتئاب لا لا يا بت سلمى، لا لا الحزن حاجتين طبعا مختلفين. بنات الحمل زي الفل. بنات الحمل زي الفل. انت حاطة صورتي زي الفل قوي. بطبل لك اهو يا كيمو، قلبي يا كيمو. ازاي تتخلص من التعلق بشخص معين مع العلم انه هو اهم حاجة في حياتك، بس للأسف ما يمنعش، ما ينفعش. انت مش قادر تتقبلي فكرة ان احنا في حياة بعض مراحل. يوم ما تقبلي الفكرة دي ان انا همشي وانت هتمشي والناس كلها تمشي، هتعرف تعيش كويس. على فكرة مش عارف اتقبلها برضه، عشان اوعى بس تفتكر ان انا الحدي الفهم الذكي ابن الذكية اللي فاهم كل حاجة. لا عادي، انا طولت عليكم قوي النهاردة والله، والله طولت عليكم قوي النهاردة. هات نسوان يا عم، اجيب لك نسوان. بصلي لك الله يستورك. قول لي بحبك يا مرمر. في ناس تقعد دلوقتي تقول لك شايف المحن ابن حبيب حبيب. مين الدكتور كان؟ حدش يا ولي. كونجستال؟ لا الدكتور بيقول لي كونجستال. لا ده الدكتور ده بيفهم يعني. جو منام بيكلمني وانا ماليش في الكلام يا ابني، وانا ما فيش غير الكومنت بتاع. تعمل انت الله يسترك. طيب انا طولت عليكم جو، انا مش مؤمن، مش مؤمن بالحسد، بس ما اقدرش اقول انه موجود. حتت الدينية والالهيات انا ما بحبش اتكلم فيها على النت. انا طولت، عايز اطلع معاك لايف. اطلع امور، انا طولت عليكم واسف على ان انا صدعتكم، واتمنى ان تكونوا بخير. نلتقي غدا ان شاء الله، غدا لو في امكانية. اتمنى تكونوا في اسعد حال. لو في حد بيكلمني يقول لي اصلك صنف وسخ وصنف الستات ده وحش، واما ازعل يقول لي معايا يقول لي معايا دي انتي، ما عدا انتي. الراجل ما يحترمكيش حاجة صعبة قوي، الراجل ما بيحترمكيش حاجة صعبة. والاحترام مش احترام، ان انا الاحترام منهج يعني. ما اتريقش عليكي، ما هزرش قدام عيلتي عشان اضحكهم عليكي. يعني في رجاله بتعمل كده، في رجاله بتستخدم ان انت ضعيفه وبتحب الهزار، فتعالي بقى استلمك، وتعالي بقى بص البقره بتاعتي، بص 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 ما بتفهمش، والناس تضحك وانت ممكن تتعجب، بس ده غلط، ده غلط. الهزار اللي يقلل منك ده انا ما بحبوش. واحنا ما ينفعش نهزر ونضحك ونكركر من غير ما نشتم بعض. ما الناس هنا ما بتفهمش الحته دي. انا نص الناس البلوكات بيهزروا معايا، بس هو بيهزر بطريقه على مزاجه هو. طب ما انت ما بتهزرش على مزاجي. طب ما انا مش، ما انا رافض.
مفيش حد يهينك. الإهانة وحشة أوي 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 أوي. ليه بتهني؟ ليه تحت بند أصل أنا بحبك وبهزر معاك، أنت إزاي تزعل مني؟ أه أزعل يا عم، ما أزعلش ليه؟ أنا مش صابونة تحت باطك. أنا آسف لك يعني. روية بحب، أنا بحبك والله. جونا بكتئب لما شغلي بيبوظ، ده صح؟ لأ، عادي جدا عادي جدا عادي جدا. انا جات في سنه، انا جاي في ليله خسرت حاجات 60% و40% من راس مالي، كنت قاعد عادي. انا كنت بلعب بلاي ستيشن والدنيا عادي، وما فرقتش معايا ولا كان فارق. طب ما الشغل يبوظ، مش بعمل اللي عليا، مش بشتغل، مش بجتهد، اه خلاص باظ. من خلاص النتائج دي مش بتاعتي، النتائج دي حظوظ. المهم ان انت بتشتغل، بتنتج، بتقف على رجلك. راوية راوية. بدل ما انت بتعمل اللي عليك خلاص، مش بتاعتي بقى موضوع النتائج. النتائج دي اخر حاجه تبص لها. جو انا لوحدي بس كده مبسوط. ده كتاب. اه ما تبقاش لوحدك، ما فيش حاجه اسمها لوحدي. عامل التسريحه دي ازاي؟ تسريحه ايه يا ولية؟ انا اصحابي بيتريقوا عليا عشان قعدت اعيط لما انا لسه داخل، ما تخرجش يا امان، انت جيت متاخر. انت كليه ايه؟ شايف اقول انت بتعمل مع الكورونا كانها دور برد. انا بتعامل مع الكورونا ده، انا بجري وراها، انا مش هخلعها يعني. دي يا جو قلبي يا كيمو. او باندا ابن اختي بيقول له يا جو الله يسترك. طيب عشان الفيديو بتاع العيش هعمله يا جو والله. انا واحدة واحدة انسان، الواحدة مش احسن حاجة يا احمد، الواحدة حاجة سلبية جدا وهتتعب منها. دقنك حلوة، دقني حلوة ايه؟ حلوة ايه بس؟ قول بحبك يا نرمين، بحبك يا نرمين. اعمل ايه في الفخم الضخم؟ حجي بيغير قوي بس مش بيشك فيا، والموضوع ده مضايقني. الغيرة درجات، الغيرة درجات. في بدل ما بيشكش، اهم حاجة ما بيشكش. فخم الضخم بقى، واستحملي. وانت بتد